برحب بحضراتكم في فيديو جديد وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن حاجة مختلفة شوية، ويمكن حضراتكم ممكن تستغربوا عن موضوع الحلقة بتاع النهاردة، لكن وإيه علاقتنا بيه إحنا كتخصص جراحة مسالك. الموضوع اللي هتكلم فيه عن المشاكل اللي بتحصل في الستات بعد العمليات القيصرية وبعد استئصال الرحم. حضراتكم كلكم طبعا عارفين في السنوات الأخيرة أصبح الولادات القيصرية بقت تقريبا هي روتين اللي موجود في مصر، والحقيقة من المفارقات اللي أنا بعرفها بكتير من قرايبي وحتى من زمايلي في تخصص النساء، إن بقى دلوقتي الستات هي اللي بتروح تطلب إن هي تعمل قيصرية عشان تحافظ على شكلها. بدون الدخول في الموضوع ده، مش موضوعنا. الحقيقة إن زيادة معدل العمليات القيصرية كأحد مضاعفات عمليات استئصال الرحم في الستات، ده بينتج عنه حاجة بتزعج كتير من الستات لما بتحصل. الحاجة دي بتاخد أشكال عدة. أول حاجة ممكن يحصل النسور كمضاعفات لعمليات القيصرية أو استئصال الرحم. النسور ده ممكن يحصل ما بين المثانة والمهبل أو المثانة والرحم أو الحالب والرحم. طبعاً دي حاجات بتبقى مزعجة للسيدات، لأن بتشكل لها مشكلة إن هي بتلاقي البول نازل عليها طول الوقت، فطبعاً ديت حاجة مزعجة جداً بالنسبة للستات. أنا بس عايز أذكر لحضراتكم إن في أيام ما كنت موجود في كندا، في الكلام ده في 98، أحد المرات في المستشفى اللي أنا كنت فيها ذكرت قدامهم بس على إن إحنا عندنا في مصر بنعمل عمليات قيصرية، فالناس الحقيقة انزعجوا وبصولي بمنتهى الاحتقار أنتوا. ودي كانت بالنسبة لي يعني، فكنتش عارف أدارة فين منهم صراحة، يعني ان هم متخيلين ان ازاي انتوا بيتعمل عمليات قيصرية. زي ما اتفقنا دي مشكلة بتحصل كأحد مضاعفات للعمليات اللي زي ده. هي المشكلة مش بس للمريض، المشكلة حتى للدكتور، لان العمليات اللي زي ده بتبقى عمليات صعبة، لان احنا غالبا بنعمل عملية في مكان تم فيه اجراء عملية سابقا، فبالتالي ان صعوبة العملية نتيجة الالتصاقات اللي حصلت بسبب العملية الأولانية اللي هي سواء استئصال الرحم أو العملية القيصرية بيبقى طبعا في التصاقات، بيبقى في نزيف، وطبعا بنفتح مكان جرح اتفتح قبل كده، فطبعا ده بصاحبه مضاعفات في سواء بنسبة الإقامة أو النزيف أو الألم اللي بعد العملية أو التشوهات اللي بتحصل في البطن. طبعا ده يخص كثير من الستات، وخصوصا الستات اللي بيحبوا يروحوا الساحل ويلبسوا بيكيني وكده، فبالنسبة لهم أكيد دي حاجة بتبقى مزعجة جدا، وإحنا طبعا عارفين كل المصريين بيحبوا يروحوا الساحل ويلبسوا بيكيني. الحقيقة من ضمن الحاجات الطفرات اللي حصل في التخصص بتاعنا في السنوات الأخيرة، لأن الحاجات دي في الآخر بتجيلنا، الحالات اللي زي ديت بتجيلنا احنا كتخصص مسالك، او على الاقل اخواننا او زمايلنا بتخصص النساء بيستعينوا بينا في علاج الحالات ديت. دلوقتي مع الطفره اللي حصلت في المناظير وخصوصا المناظير الجراحيه، ما عدناش بنعمل العمليات دي بالطريقه التقليديه اللي هي بتستلزم فتح جراحي في فتح معمول اساسا قبل كده بما يصاحبه من مضاعفات، من خلال المنظار ومن خلال فتحات دقيقة زي ما ذكرنا قبل كده، ثلاث فتحات بندخل بتكبير ووضوح رؤية أكتر، بنقدر نشيل الالتصاقات وبنقدر نوصل لمكان النسور، ويتم فصل مثانة عن المهبل أو عن الرحم، أو يتم زرع الحالب في حالات اللي بيبقى فيها نسور ما بين الحالب والمهبل. الحقيقة عشان برضو نبقى منصفين، العمليات اللي زي دي بتحتاج إلى دقة ومهارة وخبرة عالية جدا، وبالتالي مش أي حد برضو بيقدر يعمل العمليات اللي زي دي. النتائج بتاعتها هايلة في كل حاجة، مش بس قصة احنا كده لو هنتكلم هنقوله طب ما انا عامل عملية قبل كده والجرح موجود قبل كده. القصة هنا في الحالات اللي زي دي مش قصة بس الجرح، احنا يهمنا دقة العملية، نسبة النجاح، وسرعة الشفاء، ودول الثلاث حاجات اللي بتوفروا مع المنظار لما بتتوفر الخبرة الكافية في الحالات والعمليات اللي زي دي. نلخص اللي احنا قلناه، لازم نبقى احنا فاهمين ان متفقين ان بعض الحالات ودي نسبة مش كبيرة عشان برضو الناس ما تترعبش، اللي بتعمل عمليات القيصرية او استئصال الرحم ممكن يحصل مضاعفات
وقلنا المضاعفات دي ممكن تبقى ناسور بولي مهبلي او ناسور بولي ما بين المثانة والرحم او ناسور ما بين الحالم وما بين المهبل. لازم نبقى متفقين ان الحالات دي بتبقى حالات مزعجة للمريض او للدكتور حتى، لكن مع المناظير دلوقتي أصبح علاج الحالات اللي زي دي علاج سهل وبسيط إذا توفرت الخبرة الكافية في الجراح اللي بيجري العمليات دي. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، وإحنا على أتم استعداد لاستقبال استفسارات حضراتكم وتساؤلاتكم في أي وقت.